السلام عليكم. بعد ما شرحنا بالحلقة السابقة عن نقل الدم بالتحديد الباكيت ريد بلاد سيل، اليوم نحكي وياكم على بلاد ترانسفيوجن، موضوع الفريش فروزن بلازما، يعني ننقل بلازما للمريض. فاحنا من نقول فريش فروزن بلازما دائما نكتبه مختصر اف اف بي. مش تحتوي؟ تحتوي كل البروتينات مال البلازما من ضمنها عوامل التخثر. فنخلي بالنا نقطتين، بأنه بيها البروتينات مال البلازما وبيها كلوتينج فاكتور عوامل التخثر. احنا شو وقت ننقل البلازما للمريض؟ اولا اذا المريض عنده اصلا نقص بعوامل التخثر ننقل له بلازما. اذا نطينا توكسيك دوز من الوارفارين، يعني جرعة يسموها جرعة زايدة، خلينا نقول فالفريش فروز فريش فروزن بلازما العفو يعني يعتبر انتيدوت للوارفارين. اذا المريض عنده مشكلة بالتخثر وعنده مرض بالكبد، امراض الكبد وصار عنده مشاكل بالتخثر، نعطيه بلازما. المريض بحالة الماسف بلاد ترانسفيوجن، وهذا هم ان شاء الله اشرحه لكم، بانه ننطي دم مكثف للمريض زين، فلازم ننطي وياه بلازما، وهذا شرح بموضوع مفصل يعني كله نزله لكم. اذا عنده بالانتيثرومبين 3 ديفيشنسي، عنده نقص بالانتيثرومبين، او عنده حالة اسمها الثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بوربولا، هاي الحالة من تصير عند المريض هم ننطي وياه فريش فروزن بلازما. كل وحدة من الفريش فروزن بلازما رح تزيد لعوامل التخثر 2 إلى 3% بالأدلت. فنخلي هالنقطة ببالنا. الجرعة مال البلازما اللي ننطيها للمريض 10 إلى 15 مل بير كي جي، يعني إذا وزن الشخص 60، فإذا 10 في 60 نقول 600 زين، فلا هذا يحتاج 600 مل، يعني 3 وحدات بلازما. عندنا عدد الوحدة، يعني احنا قلنا الدوز هي بالمل، فكل وحدة ايش قد بيها؟ بيها 200 مل باليونت زين. فمثل ما قلت لكم، يعني اذا شخص وزنه 60 نطيناه فرضا جرعة 10، 10 في 60 ايش قد؟ 600، هي كل وحدة بيها 200، فايش قد ننطي؟ 3 وحدات. وهم نفس النقطة، الفريش فروزن بلازما احنا بنجيبها من مصرف الدم زين، راح تجي مبردة، فاحنا لازم شو نسوي؟ ندفيها لحد 37 درجة قبل ما انقلها، حتى نتجنب الهايبوثيرمية. وهاي الوحدة مال من؟ مال البلازما. وهم نفس الشي لازم نشيك الفصيلة والار اتش زين، والرقم المكتوب والاكسباير. وشكرا لكم اللي هنا، يعني الحلقة خلصت، واتمنى تكون قصيرة وواضحة وشاملة. شكرا لكم.